السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، هاليوم راح نسوي تكة الدجاج على طريقتي بالفرن، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. وصفتنا لهذا اليوم تكة الدجاج بالفرن. أول شيء راح أحتاج عندي هنا تقريبا كيلوين صدر دجاج مقطع مكعبات، عندي هنا 3/4 الكوب صويا، راح اضيف له اكمله اخليه يصير كوب واحد، يعني 3/4 الكوب صويا وربع كوب زيت عادي مع الطبخ اللي نستعمله للطبخ، خلطتهم مع بعض. احتاج ايضا نومي حامض واحد او ليمون واحد راح اعصره، احتاج فلفل اسود ملعقه طعام او اكثر حسب الكميه اللي تريدون. اول شيء راح اضيف ملعقه الطعام الفلفل الاسود، بعدين راح اعصر الليمون فوق الدجاج. طبعا هذه كميه تكفي يعني لعده اشخاص، انتوا ما عليكم من عندي يعني ضيوف، لذلك سويت كميه كبيره، فانتوا تسوون نصف هذه الكميه اذا تريدون. هكذا فرغت كل الليمون بي، وافرغ ايضا الصويا اللي عندي، اخلطها مع الزيت، افرغها كلها واخلط هذه كل المواد مع بعض واخليها بالثلاجة الى ثاني يوم. هسه راح اخلطها كلها واغلفها واخليها بالثلاجة الى ثاني يوم، اضيف لها باقي المواد واخليها بالسياخ واخليها بالفريز. عندي هذا الدجاج اللي امبارحة تبلته بالتتبيلة، هسه راح افرغه بالمصفي من التتبيله مالته واسوي له تتبيله جديده. بعد ما صفيت الدجاج من التتبيله مال امبارحه، هسه راح افرغه هنا عندي وراح اسوي له تتبيله اخرى، وهي عندي هنا نص كوب سمسم، عندي عسل، عندي صويا ايضا راح اخلي اول شيء، وعندي هنا اشياش التكه نقعتها بمي بارد قبل ربع ساعه، وعندي صينيه الفرن، خنت الفرن جهزته حتى اخلي به الدجاج. هسه راح اخلي العسل حوالي ملعقتين طعام عسل، ملعقتين طعام من الصويا هكذا، وراح اخلط هاي المواد كلها مع بعض واخليها فوق الدجاج وابدي اشيشه. بعد ما خلطت العسل والصويا والسمسم مع بعض راح افرغه فوق الدجاج اللي عندي واخلطهم كلهم. هاي الطريقة كلها اخلطه هكذا. بعد ما انتهيت من خلط كل هاي المواد مع بعض راح ابدي اشيش التكة اللي عندي، اخليها بالاشياش واصفها بالصينية، صينية الفرن. هالشكل هالشكل كلها خليها. وعندي هنا مثل ما تشوفون صينية خليت عليها المشبك حتى اخلي الاشياش التكة الدجاج عليها. هسه
هسه راح استمر اشيشها كلها واصفها بالصينية واخليها بالفرن وارجع لكم. هو هذا شكله تكة الدجاج بعد ما طلعتها من الفرن، وهسه راح اقدمها. طبعا ظلت بالفرن تقريبا بين 20 دقيقة و25 دقيقة بعد ما نضجت طلعتها من الفرن. هو هذا شكلها النهائي والاخير. اصدقائي هكذا انتهيت من وصفتنا لهذا اليوم، تكة الدجاج على طريقتي. هذه اللي دا تشوفوها امامكم تقدرون تقدموها مع الرز او الخبز او البرغل. هو هذا شكلها النهائي والاخير، اتمنى تعجبكم وتجربوها، والف عافية، واترككم بامان الله الى ان نلتقي في فيديو اخر. وشكرا جزيلا للمشاهدة.